عام طلع قرار بحالة قاتل كاهن بني سويف اللي هو سمعان شحاتة إلى الجنايات بعد تقريبا 5 أيام، يعني هو قتل في 12 أكتوبر، أحيل هذا القاتل يوم 17 امبارح. احنا حصلنا على اعترافات، بعض اعترافات هذا القاتل في التحقيقات اللي اجرتها تحقيقات نيابه حوادث شر القاهره الكليه برئاسه المستشار ابراهيم صالح. الحقيقه الكلام مفاجاه، يعني الكلام اللي قاله هذا القاتل مفاجاه، يعني انه او اعترف بارتكاب الجريمه وانها تمت وهو واعي تماما وبكامل قوى العقلية. قال انا مش مريض نفسي، مش مريض نفسي، وانه انا عاقل جدا، وانه انا نفذت هذه الجريمه وانا خططت ليها، لانه انا شايف المسيحيين كفار وشايف المسيحيين لازم يموتوا وان قتلهم واجب شرعي، هكذا قال. وقال انا ما بعانيش من اي مرض نفسي، انا قبل الحادث بيوم خططت واشتريت السلاح الابيض ده، السنجه اللي كان شايلها، وقلت ان انا هنزل بكره قدام الكنيسه اي واحد مسيحي اشوفه اقتله. واول ما شفت الراجل اللي هو القس ده لابس الاسود ده لبسهم فجريت عليه وقتلته. طبعا احنا كان في روايه ان هو كان عايز يسرقه، وفي روايه تانية بتقول، لكن هو دلوقتي هذه هي الروايه الرسميه الموجوده في اوراق التحقيقات في نيابه حوادث شرق القاهره الكليه. هذا القاتل يقول انه نفذ جريمته وهو في كامل قواه العقليه، لا يعاني من مرض نفسي، انه يستند انه دول انه قتل المسيحيين واجب شرعي. وزي ما بقول لحضراتكم انه هنا هو تربيه خطاب متطرف ومتخلف. وعايز افرج حضراتكم تاني على الشيخ سمير حشيش اللي كنا استعنا بالكلام اللي هو بيقوله عن دم المسلم ودم المسيحي. ورونا كده يا شباب. اكثر كده بيقول لنا في حديث في البخاري ضعيف. ما هو يا اما الحديث ضعيف يا اما الاسلام فيه مشكله. حديث ايه؟ لا يقتل مسلم بكافر. حديث لا يقتل مسلم بكافر. فبيقول المسلم اللي عمل جريمه في دار من دور العباده لغير المسلمين هو يعني مطمن بقى، حاطط في بطنه بطيخه صيف، ده في حديث في البخاري يعفيه من الايه؟ يعفيه من اي عقوبه. هو قال كده، يعفيه من اي عقوبه ويصحح اللي عمله. يعني هو اقدم على هذا الفعل على انه صحيح بدليل الحديث ده، لا يقتل مسلم بكافر. طبعا ده تدليس، ده تدليس. وبيقول ما هو حاجه من اتنين بقى كده. هو كان بيقول لا يقتل مسلم بكافر، وانه لو هذا المسلم قتل حد من اهل الكتاب او بتاع انه يعاقب دون القتل، لان دم المسلم يعني اعلى من دم غير المسلم. طبعا احنا لما اثرنا المساله الحقيقه انا برضو يعني عشان تبقى الامور بنديرها بشكل موضوعي، يعني انا النهارده فوجئت بالزميل الاستاذ احمد الصاوي، هو رئيس تحرير جريده صوت الازهر. جريده صوت الازهر هي الجريده الرسميه المعبره عن الازهر. دمكم دم حضراتكم الصفحه الاولى اهي، ده بتاع العدد بتاع الاسبوع ده، وهم عاملين الحقيقه تحقيق جيد جدا. هو علماء الازهر، الصفحه الاولى علماء الازهر يستنكرون قتل القمص سمعان، وعنوان دم القبطي مش رخيص، فتوى ازهريه الدم كله حرام وقانون العقوبات ملزم، الاصل عصمه الدماء والاسلام اوجب القصاص من القاتل. وجوه التحقيق اللي جوه على صفحه 5 بيقول انه علماء الازهر يستنكرون قتل القمص سمعان شحاته، دكتور شومان الاصل عصمه الدماء واعراض واموال الناس على اختلاف معتقداتهم، ودكتور العواري الاسلام اوجب القصاص من القاتل وحفظ النفس ايا كان دينها من اهم مقاصد الشريعه، دكتور ابراهيم من يقتلون المخالفين لهم في الفكر او العقيده جاهلون وجرائمهم بعيده عن تعاليم الاسلام. طيب ده كلام انا بشكر طبعا جريده صوت الازهر عليه، انه هنا الازهر بيعلن موقفه بشكل واضح جدا من الكلام، لان انا قلت انه الازهر لازم يعلن موقفه، لازم يشوف الكلام اللي بيتقال من المشايخ اللي متعلمين في الازهر. فهو النهارده بيقول هذا الكلام، هذه وثيقه منسوبه الى الازهر الصحيفه التي تعبر عنه، لكن ده مش كفايه.
بمعنى انه انا هنا عملت الموقف وابريت ذمتي، هذا هو الموقف. المساله محتاجه انه تتحول الى معرفه لدى الناس اللي بيوعظوا وبيكلموا في المساجد، تتحول الى سلوك. يعني انت على الازهر دور كبير جدا انك مش بس مجرد انك تثبت موقفك، وهذا اشكرك عليه جدا، وانه احنا بنتكلم في نقله. احنا كنا نقعد نهاتي يا جماعه قولوا فما كانوش يقولوا، ويقول لك مش هنغير الكلام اللي موجود في كتب التراث، يعني نغير ديننا. لا، انت النهارده بتقول الموقف العقلاني الانساني الواضح الذي يتسق مع ان هذا بلد قانون وكل المواطنين فيه سواء، وكل المواطنين لهم نفس الحقوق. ده كلام محترم. هذا الكلام المحترم ينقصه انه يتحول الى معرفه، ويتحول الى سلوك، ويتحول الى تجربه. فالناس اللي لابسين زي الازهري دول يوصل لهم هذا الكلام وينقلوه للناس عشان الناس تتربى عليه، ما يطلعش واحد زي هذا القاتل يقول في تحيات النيابه انه بيرى انه قتل المسيحيين واجب شرعي لانه سمع من شيخ انه دول مختلفين في الدين او دول كفار او او الى اخره. اذا انا بشكر الزميل احمد الصاوي وبشكر القائمين على صوت الازهر ان هم اثبتوا هذا الموقف، ونشكرهم اكثر عندما يتحول هذا الموقف الى معرفه وسلوك وتجربه.